إبراهيم حسين حماتو لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، طبعا اللاعب الوحيد في العالم اللي بيلعب تنس طاولة ببقه، لأن طبعا أنا عندي باتري في الذراعين، ودي كانت نتيجة حادثة في 83. كان في الوقت ده سني 10 سنين، كنت رايح دمياط بشتغل في دمياط نجار صغير كده، فوقعت تحت القطر فحصل باتري في الذراعين. أنا عندي حلم وفي يوم أكيد هقدر وطول أبعد سما، أنا في قلب يقدر يقول الكلمة من غير ترجمة، بحلمي كل في يوم كيان واخد مكان واوصل لأحلى من نما، الشمس نورها عشان يبان لازم تكون الدنيا أهل.